الحالات 73 سجلت على التوالي ب جهة الرباط سلا القنيطرة 25 حالة، من بينها 23 حالة سجلت في إطار بؤرة مهنية. جهة مراكش أسفي 15 حالة ببؤرتين عائليتين، من بينها بؤرة التي تحدثنا عنها في الأيام الأخيرة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 13 حالة لمخالطين لحالات مختلفة. مدينة الدار البيضاء الكبرى 7 حالات لمخالطين لحالات مختلفة. جهة فاس مكناس مدينة فاس 7 حالات عفوا لمخالطين مختلفين. جهة بني ملال خنيفرة 5 حالات بمدينة بني ملال في إطار بؤرة عائلية، وحالة واحدة بأكادير الدوتنان. بجهة سوس ماسه